شيوت اليوم يا لالا مولاتي الحادقة؟ شيوتنا اليوم يا لالا مولاتي الحادقة البطاطا معمرة بالكفتة. كيفاش الطريقة وشنو المقادير ديالها اللي غادي تعطيهم لينا لالا رحمة من بالقصيري؟ مرحبا بك معنا. صباح الخير لالا. صباح النور. اش اخبارك؟ لاباس عليك؟ صباح الخير لالا سارة سمية العزيزة عليا، ربي يخليك. وكنباركوا لكم عيد الحب، وكنتمنوا ان شاء الله تكون ايامنا كلها حب ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا وليك لالا رحمة ولجميع افراد العائلة ديالك لالا رحمة، عيد سعيد لالا والله يسعدكم في حياتكم يا رب. امين. شكرا جزيلا. امين. وكنشكركم على هذا البرنامج اللي انا معجبة به بزاف من المتبعات ديالو، ما نقولكش كيفاش. شكرا جزيلا على الوفاء ديالك. الوطنية كلها كنحماق عليها بزاف. مرحبا بك لالا رحمة، وحنا ايضا كنبغيوكم بزاف وحنا بكم باش دائما مستمرين. احنا منورين بكم ان شاء الله، وكتونسونا بزاف كاننا مع شي اسرة من جميع الطبقات ديال المغرب ان شاء الله. شكرا جزيلا لك لالا رحمة. بارك الله فيك. شنو موجود اليوم للمستمعات الكريمات؟ البطاطا معمرة بالكفتة، كيفاش هاد الطريقة ديالها؟ شنو كتقترحي؟ نعطيك المقادير. واخا عطيني المقادير لالا رحمة. كنحتاجو يعني على حسب الافراد الاسره، الا كان هذا كان يمكننا نضبلو المقادير. عندي واحد كيلو ديال البطاطا. كيلو ديال البطاطا. واحد الربعه ديال الكفته. ربعه ديال الكفته. وشويه ديال البزار. شويه ديال البزار. شويه الزبده تقريبا، ديك معلقه كبيره او جوج معالق ديال الزبده الجوده. معلقه كبيره او جوج معالق ديال الزبده. وفرماج احمر. نعم فرماج احمر. وكنحتاجو صوص طماط، غنوريك الطريقه ديالها. اي صلصه ديال الطماطم. وكنحتاجو البيشاميل. والبيشاميل سواء بغيتي نوريك الطريقه ديال التحضير ديالو كيفاش كنوجدو. واكيد السيدات المغربيات تبارك الله عليهم كيعرفوا يوجدوا، ولكن الا عندك شي طريقه خاصه بك ممكن تعطيها لينا. يمكن واخا. اي لالا كناخذوا البطاطا ديالنا كنسلقوها هكا كصاينه، يعني ما مقشره ما والو، كنغسلوها مزيان القشره ديالها. ومن الاحسن اذا كانت البطاطا البيضاء. واخا. كنسلقوها مع قبيصه د الملحه باش كتجي بنينه. وكننحيدوها من الماء كنقشروها. نعم. وميكون تكون ناشفه مزيان. وكندعكوها بالفرشيط او بيدينا او بلا بغيتي تطحنيها بالطحن اليدوي يكون دوك العيون كبار. الاحسن بالفرشيط. ايه طريقه سهله وتقليديه كلشي كيعرف لها. نعم. مع الزبيده ديالنا ديك الزبده اللي عندنا كندعكو بها. واخا. كنزيدو لها شويه المليحه وكنزيدو لها البزار. ايه الكفته ديالنا كتعرفي الكفته كتكون مقومه، كنديروا الكفته ديالنا الا شريتيها هكا كيلا كنجيو كنديروا لها تويمه. ايه كنديروا شويه ديال البزار. التحميره ديما الكفته كندير فيها القرفه كتعطي واحد اللذه زوينه. واحد القبيصه على الطريقه ديال لالا رحمه كديري فيها القرفه ياك؟ انا دائما الكفته كندير فيها القرفه كتعطي واحد لوكو زوين. القرفه والثومه. والثومه والمعدنوس. المعدنوس. شويه ديال التحميره. شويه ديال التحميره. شويه ديال الكمون. شويه ديال الكمون. شويه ديال البزار ومليحه. وشويه ديال البزار والملحه. واخا. كنخلطوا ديك الكفته ديالنا بهاد التوابل هادو، وكنديروا كريكبات صغار ديال الكفته. ايه. كنكوروها. كنجيو كناخذوا البطاطا اللي وجدناها بالزبده وبالملحه وداك الشيء كنكوروها كويرات كبار على حسب يعني كويرات يكونوا كبار. واخا. كنكوروها مزيان وكنجيو لتحت وكنثقبوها بيدينا وكنبقاو هكا كنوسعوها شويه فين ندخلوا ديك الكويرات ديال الكفته. تنديروا فيها ديك الكفته اللي دورنا وكورناها ونحشيوها في البطاطا. واخا. ايه. وكنوليو نغطيوها هكا بالبطاطا. نعاودو نغطيو بالبطاطا حتى ما كتبقاش باينه لنا ديك الكفته. ما كتبقاش باينه لنا ديك الكفته. واخا. كنزلو ديك الكفته في شي طبسيل هكا، كنشدو ديك صوص الطوماط ديالنا. انا صوص الطوماط راه نتوما عارفين السيدات، او يمكن بغيتي نعطيك كيفاش كنديرها. نعم اكيد ان السيدات تبارك الله عليهم غيكونوا كيعرفوا كيوجدوا الصلصه. راه كلشي كيعرف يصاوب صوص الطوماط. بغيتي شي نهار ان شاء الله نوريك انا الطريقه ديالي، دائما كنوجد واحد الكميه كبيره. اييه اللي كنخزنها كتكون عندي موجوده في اي وقت بغيتها كنجبدها. صافي. واذا هادو من النصائح المنزليه، هادو غير بقاي على عقل على النهار. نهار اثنين كنخصوا الساعه الثالثه للنصائح المنزليه، ورا لالا حليمه ما غادي تكلف ان شاء الله تعيط لك لالا رحمه ان شاء الله. اييه اذا قلنا كنخليو البطاطا ما كتبقاش باينه ديك الكفته ياك، كتكون الداخل داخله فيها وكنكورها كنحطوها. كنشدو ديك لاصوص الطوماط ما تكونش عندنا ميه فيها الماء او شي حاجه، تكون واقفه مزيان ناشفه. كنفرشو في المول ديالنا يعني البطاطا اللي كندخلو الفران دائما. واخا. كنسفو الكويرات ديال البطاطا فوق منها. وكنشدو كنديرو البيشاميل. انا بغيت نعطيك الطريقه ديال البيشاميل ديالي انا، كنوجدها ربما بحال الناس. بغيت نعطيك. عطينا الطريقه ديال البيشاميل.
واخا كندير كنجيب جوج معالق كبار بدا عامرين مع جوج معالق عامرين بالزبده مزيان. اي جوج معالق كبار بالزبده وواحد المعلقه ديال زيت العود كيعطي واحد البنه زوينه. زيت العود اي وكندير ربع المعالق ديال الدقيق فيها هاد المعالق ديال الدقيق كندير ديك الزبده كنبقى نخدم الدقيق في الزبده وديك زيت العود ملي كيتخلطوا مزيان كنبقى نكب الحليب شويه بشويه كنضرب وكنخدمها الخدمه حتى كتوقف مزيان. هذه هي الطريقه التقليديه اللي كيدير كلشي كيما كل واحد انا كنت كضاف ليها الكوزه كلهم كيصاوبوها. نعم كنزيد لها شويه الكوزه مليحه والبزار وشويه البزار. اييه هذه هي الطريقه ديالي غير هي هاد البيشاميل ما خصهاش تكون خفيفه تكون شويه خاطره. واخا وكنرشها فوق ديك الكويرات ديال البطاطا وكنحك الفرماج الاحمر وكندخلها للفران كتجي رائعه. تبارك الله عليك اكيد غادي تجي رائعه شهيتينا فيها لاله رحمه. او لاله بصحه جي عندي ونديرها. ربي يخليك الله يكبر بك لاله رحمه. نعود معك فقط المقادير الا سمحتي. اذا قلنا كناخذوا كيلو ديال البطاطا، ربعه ديال الكفته، شويه ديال البزار، الملحه، معلقه كبيره ديال الزبده، فرماج احمر، صلصه ديال الطماطم والبيشاميل. والكفته قلتي كنديروا فيها مقادير شويه ديال القرفه، الثومه، معدنوس، شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون، شويه ديال البزار والملحان. خلاص نفس التوابل اللي كيديروا جميع السيدات فقط ضيف لهم القرفه. هذاك الشيء القرفه كتعطي واحد الطعم لذيذ للكفته. إيه. يعني دائما انا كندير فيها القرفه ولكن ماشي بزاف، واحد الرز واحد شويه باش غير هكاك تعطي واحد النسمه ديالها والنكهه. اي اذا وبالنسبه للبيشاميل قلنا كناخذوا جوج معالق كبار ديال الزبده. نعم. معلقه ديال زيت العود، اربع معالق ديال الدقيق، الحليب كنبقاو نضيفوه بشويه بشويه، الكوزه والملحه والبزار. ياك لاله رحمه تبارك الله عليك. وكان هذه كنرافقها بواحد الصلاده لا بغيتي يعني واحد القوق اللي انا ما كيسمحش. كنعتذر منك لاله رحمه وانما ما كيسمحش الوقت، ولكن ان شاء الله باقي نتصلوا بك في حلقات مقبله وعطينا كل ما عندك. شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا.